السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزاين. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على موهبه جزائريه صاعده تثير اهتمام في فرنسا، يعني وان شاء الله بربي يكون معنا هذا اللعاب، يكون معنا ان شاء الله بربي محمد زغدي. هذه الموهبة الصاعدة اسمه محمد زغدي، وين يعني حرب باردة بين الاتحاد الفرنسي والاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وين أصبح محمد زغدي لاعب فريق مونبيلي الفرنسي حديث مختلف وسائل الإعلام الفرنسية بالنظر إلى المستوى الكبير والذي يقدمه في الفترة الأخيرة. ووصل الأمر إلى الحديث عن اهتمام أندية أوروبية كبيرة به رغم أنه لا يبلغ من العمر إلا 17 سنة. لاعب كما هذا إن شاء الله بربي يكون تحت المراقبة مكتشفين للمنتخب الوطني الجزائري. هذه هي لاعب مليح هذا. شوفي الاعلام الفرنسي يعرف يقولوا الوقت اللي يضغط فيه، كان يقول لك انتم قاعد اللعاب ما تجيبوا بيا ولي نحتاجوهم. لعاب اللي عنده 20 طوني يلعب في الايفان 3، اللي عنده 20 تيا يلعب في الايفان 3، واللي عنده 22 يلعب في الايفان 3 ويقارع المكانه تاعو الاساسيه في المنتخب الاول يا وعد يا الهيشه. او الناس كي تخدم هاو روحوا شوفوا الناس كم يخدموا، شوفوا المغرب كي تخدم، شوفوا تونس كي تخدم، تاع الايفام يروحوا يلعبوا كوب دي موند، شوفوا كي الناس كي تخدم. ولا هذوك انتم مخلينهم باش تنيكوسوا معاهم مع قطر اللي تديهم قطر؟ لا انتم مخلينهم باش تجنسوهم في قطر؟ لا كيما هكا كنتوا تقولوا لنا ما كاش اللعابه وين راهم اللعابه. هذا اللعاب هذا فاف رادار اللي كانوا دايرينها، اللي كانوا دايرينها كانوا يجيبوا لكم لعبه، كنتوا تشوفوا اللعابه كيما هكا؟ ما كنتوش تشوفوا اللعابه كيما هكا، ما كنتوش تشوفوهم، ما كنتوش تشوفوهم كاع، كاش اللي كان يشوفهم. خلي الهيشر الناس يدير لايف يقولوا يقدسوا في مدرب راح ويدلو هاك، حنا قلنا مدرب راه نهضروا مدرب يا وليدي مدرب. لا ما نجيبوش ما نتفرجوش في ليكيب ناسيونال، ليكيب ناسيونال الشعب جبد من ليكيب ناسيونال، شكون هو شكون هما اللي جبدهم ليكيب ناسيونال؟ بوكلبه بلا واحد يسلي واحد المقطع، واحد عيط قال لك انا تاع الياس ما من الياس ما كيما هكا، قال لك انا ما زيدش نتفرج في ليكيب ناسيونال. وانت قلت له راني معاك انايا شفت الشعب بزاف ناس جبت تروحها بليكيب ناسيونال، شكون هذا الشعب اللي انت راك تهضر عليه؟ شكون الشعب؟ الشعب اللي كان مأمن الماتش يتعاود، هذوك اللي جبدوا رواحهم. نيلسون مونديلا فرش ما تفرجش نيلسون مونديلا اللي قلت له استاد بلا استاد راه خاوي، فرش ما تفرجش بريمي ماتش الناس وين دخلت؟ راح تصلي التراويح بعد طلعوا تفرجوا. استاذ تعمر كونت بوليفيا دوزيام ميتو استاذ تعمر، جنوب افريقيا شفت الشعب ولا ما شفتش؟ ونزيدوا فريق غادي نقول لكم كونت غينيا فريق الشعب واو لا خويا بشويه عليكم ما تقلقوش. وظهر محمد زغدي بشكل لافت خلال فتره التوقف الدولي الاخير المحاربين الصغار، يعني المحاربين الصغار مع المنتخب الجزائري، الدورة التي لعبت بالجزائر وضمت منتخبات جزائر مصر موريتانيا بالإضافة إلى منتخب تونس المتوج بالدورة. وكشف الموقع كود ميراكتو الفرنسي عن أن زغدي محمد زغدي أصبح يحظى بمتابعة كبيرة في فرنسا وخارجها مؤهلاته الكبيرة، وهو الذي ينشط في المركز خط الوسط الدفاعي وقادر على استرجاع الكرات وتنظيم اللعب من الخلف. شوف كيفاش لعب مليح هذا، نقارعوا له ان شاء الله بربي. ويمتاز اللعب بقوه بدنيه هائله رغم صغر سنه ويبلغ طوله 1.85 متر و17 عام مازال يزيد الى حتى 95 متر. ويتوقع المصدر أن تجد الأندية الراغبة في ضم محمد زغدي صعوبة كبيرة لإقناعه بالانتقال إليها مستقبلا، خاصة أنه لا يرتبط بعقد احترافي مع نادي مونبيلي في الوقت الراهن. وأشار إلى أن مونبيلي لا يريد خسارة لعيبه الصاعد وسيتحرك في الفترة المقبلة ليحصل على توقيعه على عقد احترافي مع السماح له بالتدريب مع الفريق الأول في الفترة المقبلة. إن شاء الله بربي لعابة كيما هذو لازم يكونوا تحت المراقبة، لعابة كيما هذو لازم يكونوا تحت المراقبة.
هذه هي كيما هذا يقول لك وغادي كيباه يدير كيما هكا وكيما هذا وغادي تجيبوهم بتجيبوهم كاع لا ما تقلقوش بتجي لا نجيبو كاين لعابه دوك تقولوا والله واحد ما يزيد يجي عندكم كيما قالها لكم هذاك مسيلمة الكذاب والله واحد ما يزيد يجي ميشيل ماناش غالطين ليون ربح سلك ليون ليون سلك ليون راني نتبع ليون خاطر علام عندنا بالرحمه فماك نتبعوه ليون ما يطيحش سلك هذه يا خويا لازم وين ما كاين لعاب نجيبوه نحوس نساهمو 17 عام 19 عام ما تقولش بلي لا ما عندنا شنديرو بهم ضروك شنديرو بهم ضروك هذه قولوها مي كان الشيخ القبيله تاعكم كنتو مسمينو شيخ القبيله تاع لا لا خليها كيما هاك لا بالك هذيك فماك ديروها فماك تكلموا عليها هذيك ماذا بكم في هذيك هذيك ديروها مليحه وبيست العقوبات اللي داروهم الانصار تاع الشباب قسنطينه وتاع النابه مليحه مليحه نورمالمون من 10 سنين وطلع نورمالمون من 10 سنين طلع عقوبات هذه كيما هكا قليله انا نقول لكم يعجبوك هذوك الهيصر الهيصر هذوك اللي راهم زعماء الهيصر راهم يديروا لي لايف دوك حنا ماذا بينا يربحوا حنا رانا انا بانا تاع شاري مأمنكم تاع شاري مأمنينكم ولا ها رانا مأمنينكم انتوما كيفاه بوكلبا قال لكم يا ودي لي سيبورتات جبدوا على ليكيب ناسيونال جبدوا يا بوكلبا جبدو ايوا جبدو قال لك جبدو بوكلبا راه يقول جبدو ماشي حسب المعلومات اللي عند بوكلبا قال لك لي سيبورتير جبدو قال لك راني نروح واحد درس لي واحد المقطع قال لك انا نروح للمارشي قال لك يقول لك صايب ما زيدتوش تفرجوا على بالنا أول خسارة مع موريتانيا شكون اللي يخسر مع موريتانيا مكاش نيجر هايو مازال كاين الخير مازال ان شاء الله بربي مازال كاين والقدام ان شاء الله بربي انا راني حاجه لاني فرحان وعاد كيما ذا بو كلب هذاك مخنف وكلش يكرهوا لي كيما ناسيون تقعدوا نربحوا ما دامكم نتوما القرارات تخسر هي تربح هذه هي اللي نقولها لكم
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد. اللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم. صح انتو.